بعد الموجة الثانية التي شهدتها ولاية ورقلة لهطول الأمطار هذا اليوم، تجندت فرق الحماية المدنية على مستوى ولاية ورقلة من أجل التكفل بمجموع النقاط السوداء التي كانت محددة على مستوى الولاية مسبقا. تم التكفل بعديد المواطنين ومختلف العمليات، حيث العمليات تمركزت على في امتصاص المياه من النقاط السوداء على مستوى الطرقات، بالإضافة إلى إجلاء المواطنين المهددة بيوتهم من جراء تساقط الأمطار.